horaire consacré à l'intervention des candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Expression directe. بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المستمعين، معكم الأخ لغنج محمد عبد النور المعتصم بالله، مخوض عن مترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. سنتحدث في هذه العجالة عن إسهامات مرشحنا الحر خلال عهدته السابقة في التنمية المحلية وإسهاماته فيها. سعى السيد مرشحنا الحر عبد المجيد تبون في عهدته السابقة في العديد من خطوات وإصلاحات تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية منذ توليه الحكم. سنتحدث عن بعض منها. أولا، إطلاق مشاريع البنى التحتية. ركز مرشحنا الحر على تحسين البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك تطوير الطرق وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين الاتصالات والطاقة، مما ساهم في تحسين جودة الحياة في المناطق المحلية. اثنين، تشجيع الاستثمار المحلي. قام السيد عبد المجيد تبون باتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار المحلي من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى خلق فرص عمل وتحسين الاقتصاد المحلي. ثالثا، دعم الزراعة والتنمية الريفية. ركز السيد عبد المجيد تبون على تطوير القطاع الزراعي ودعم التنمية المحلية والتنمية الريفية عبر تخصيص ميزانيات لتحسين الإنتاج الزراعي وتطوير التقنيات الزراعية، بالإضافة إلى برامج لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم. رابعا، محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. تبون اتخذ خطوات جادة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة المحلية، مما ساهم في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لتحقيق التنمية المحلية. اللامركزية. عزز السيد عبد المجيد تبون اللامركزية في إدارة شؤون البلاد، حيث منح السلطات المحلية المزيد من الإصلاحات والموارد لإدارة شؤونها وتحقيق التنمية بشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة. سادسا، برامج الإسكان. قام السيد عبد المجيد تبون بدعم برامج الإسكان للسكن الاجتماعي وتوفير السكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ما أسهم في تحسين ظروف العيش في العديد من المناطق. إلى جانب الإسهامات التي ذكرتها، قام السيد عبد المجيد تبون بعدة مبادرات وإصلاحات أخرى تساهم في تعزيز التنمية المحلية، تتمثل كذلك في دعم التعليم والتكوين المهني وتعزيز الصحة المحلية ودعم التنمية البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، كذلك تشجيع السياحة المحلية، ومن أهمها إصلاحات اقتصادية قام بها السيد عبد المجيد تبون. إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال وتقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار. دعم الفئات المهمشة. أطلق السيد عبد المجيد تبون برامج اجتماعية تهدف إلى دعم الفئات المهمشة مثل النساء والشباب والعاطلين عن العمل، من خلال توفير برامج الدعم المالي في تتمثل في منح البطالة وتأهيل مهني وتشجيع رواد الأعمال في الفئات المختلفة. مشاركة المواطنين في صنع القرار. عزز السيد عبد المجيد تبون دور المجتمع المدني وأشرك المواطنين في عمليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي من خلال دعم الجمعيات المحلية وتشجيع الحوار بين الحكومة والمجتمع. هذه الإسهامات تعكس التزام السيد عبد المجيد تبون بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر، مع التركيز على تحسين ظروف المعيشة لكل المواطنين وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية. كل هذا ما جال في جعبتنا من إسهامات السيد مرشحنا الحر عبد المجيد تبون في التنمية المحلية، والعديد من إسهاماته. لا شك أنه قام ويسعى دوما جاهدا إلى تحسين ظروف المواطن البسيط، وكما هو أول من أطلق برنامج لمناطق الظل، كما يعني لا يشك ولا أحد يعني ينكر هذه العمل الذي قام به، حيث كانت
بعض المناطق مهمشة سعى جاهدا إلى خلق فرص وأعطائها فرص من أجل التنمية. نشكركم شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون، السلام عليكم أيتها الجزائريات أيها الجزائريين. إنها للحظة المفصلية في تاريخ الجزائر الحديثة، أين الفرصة مواتية لإحداث تغيير عميق يتماشى مع تطلعات الجميع، حيث عبر الجميع عن ذلك أيام الحراك الشعبي، لكن لم يتجسد ذلك على أرض الواقع، سواء لعدم توفر شروط مناسبة لذلك أو عدم هيكلة أفكار الحراك في مشروع وطني يترجم مختلف جميع أطياف المجتمع التي كان يعبر عنها بطريقته الخاصة. لكن على الرغم من ذلك تبين مع الوقت أن السبيل الأمثل لتحقيق تلك التطلعات يحتاج إلى منهج ديمقراطي لا مناص منه، ألا وهو المضي في مسار انتخابي يكفل خيار الشعب عبر الصندوق بتعبيره الحر. ولهذا فإن الأفافاس عبر إجماع حزبي قرر ترشيح السيد الرفيق يوسف أوشيش كفارس لقيادة المرحلة الراهنة والمستقبلية للبلد، كونه يحمل من الصفات ما يخول له أن يكون رجل المرحلة، رجل يتسم ببعض النظر نتاج نضال متجدر، شاب يافع له من الطاقة ما يجعله قادر على التفكير الإبداع والتحمل، رجل تخرج من الجامعة الجزائرية متشبع بقيم الديمقراطية والوطنية، رجل خرج من كنف الشعب يحمل هموم الجزائريات والجزائريين، وعارف بيوميات الطبقة الكادحة ومطلع بجميع تفاعلات المجتمع ما ظهر منها وما بطن. أيتها الجزائريات أيها الجزائريين، الكثير يغرد من خارج السرب أن المشاركة في هذه الانتخابات عبارة عن مغامرة سياسية قد تعصف بالحزب لكونها محسومة آنفا، لكن من هذا المنبر أصرح أمام الملأ أن الوصول إلى الحكم وتربع السلطة يحتاج إلى إطار قانوني متفق عليه وهو المسار الانتخابي، ودونه لا سبيل. وهنا تتبادر إلى الذهن أسئلة أمام هذه الإشكالية، هل القطيعة هي الحل؟ هل العزوف عن السياسة سيأتي بمخرجات أفضل؟ هل الاستقالة السياسية ستأتي بثمارها؟ أسئلة جمة يمكن طرحها، لكن لن تضفي المشهد بنتائج مرجوة ولن تزيد من الطيلة إلى بلة. فلقد سبق للحزب عبر عقود مقاطعة الاستحقاقات المصرية كهذه، لكن الأمور لم تأخذ المنحة المنتظر، فغيابك من المشهد السياسي سيخسف بك ويرمي بك في جب المنسيين. فبلا شك فالعزوف عن السياسة سيخلق خواء وعيوي وتجمد في الحركة التفاعلية للمجتمع، ما يستلزم نشوء أجيال مغيبة جاهلة لواقعها وغير مدركة لمآل أفاقه وتطلعاته. فنحن في الأفافاس نسعى جاهدين بلا هوادة ولا ملل لإعادة الديناميكية الفعلية للشباب الطموح في بناء وطنه عبر إعادة الاعتبار للممارسة السياسية وخلق فضاءات عمل للحوار يندمج فيها برؤاه المتنوعة، وبذلك يساهم في وضع لبنات في بناء الوطن والدولة. أيتها الجزائريات أيها الجزائريين، إن تبني الأفافاس عبر مرشحه يوسف أوشيش شعار رؤية الغد، رؤية المستقبل، لا بصيرة منه إلى ما أن
إلى ما آلت إليه الأوضاع حاليا، ولا تبصر لما يجب التنظير له للمستقبل، لأن الوضع الوطني الإقليمي والدولي يستدعي التمعن فيه وأخذ الاحتياطات والتدابير الملائمة لحفظ سلامة البلاد من المتربصين الذين ما فتأوا أن أنهوا تقسيم الشرق الأوسط حتى وجهوا جل ثقلهم لإعادة رسم الخرائط الجيوستراتيجية والجيوسياسية إلى شمال أفريقيا. ففعلا فقد وفقوا في ذلك في السودان، ليبيا والساحل، ويترقبون اللحظة المواتية للانقضاض على الجزائر، ذلك إن وجدوا شرخا في التركيب المجتمعاتية ومؤسسات الدولة. لكن هيهات، إن تضافرت الجهود وتوحدت القلوب فعلى الجميع الحيطة والحذر والتمسك بالوحدة الوطنية والسلامة الأوروبية، أمر حتمي وواجب أخلاقي ووطني. فمن هنا مشاركة الأفافاس تعتبر سد منيع لمن تسول له نفسه المساس بالوطن، وتندرج ضمن رؤية وطنية موحدة وجامعة للشمل. أيتها الجزائريات، أيها الجزائريين، لن تتجسد أي خطوة ترقوية ولا وثبة فعلية دون استقرار سياسي، ولن يتأتى الاستقرار ولا تقوية الجبهة الداخلية إلا عبر وضع نظرة استشرافية تكفل حق المواطن في عيش كريم عبر حقوقه الدستورية، حقوق سيعمل الأفافاس لتكريسها عبر دستور توافقي مع جميع فعاليات المجتمع، دستور سيكون مرجعية وطنية يضمن دولة الحق والقانون، كما أنه سيكون دستور لمدة طويل يرسم معالم الجزائر المستقبلية. لذا من هنا نناشد الجزائريات والجزائريين التصويت على السيد يوسف أوشيش مترشح الأفافاس، مرشح الشعب، مرشح الشباب، ومرشح الأمل، ومرشح التغيير. تحية الجزائر، تحية الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة للجزائريين والجزائريات بمناسبة انتخابات 7 سبتمبر 2024. أنا طاهر حبشي، ممثل المترشح الأستاذ حساني شريف عبد العلي الشريف. هذه فرصة للحديث للمواطنين بهذه المناسبة، وأحب أن أحيي المواطنين والمواطنات تحية عطرة، وأهنئهم بالمناسبة المزدوجة 20 أوت 1955 هجمات شمال القسنطيني، و 20 أوت 1956 مؤتمر صمام. وأترحم بهذه المناسبة على شهدائنا الأبرار، متمني دوم الصحة والعافية لمن ما زال من مجاهدين على قيد الحياة. وأحب أن أؤكد بهذه المناسبة أننا نعيش أحرارا على أرضنا بفضل تضحيات هؤلاء المجاهدين الذين خطوا بدمائهم مسيرة التحرر، وخطوا بجهودهم طريق التنمية للجزائر المستقلة. بهذه المناسبة ممثلا لأخي المترشح الأستاذ حساني عبد العلي الشريف، الذي وضع فرصة عنوانا لحملته الانتخابية، ووضع برنامجا مفصلا يتناول مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والتربوية، ووضع تعهدا من 62 نقطة بخمسة مفاتيح. طبعا الوقت لا يسع للحديث عن مختلف هذه الجوانب، ولكنني أحب أن أؤكد على ثلاث نقاط أو أربع بما يسع الوقت. الأمر الأول متعلق ببناء المواطن الصالح. هذه البلاد التي حباها الله بموقع جغرافي متميز وثروات طبيعية كثيرة جدا، وكفاءات وخبرات علمية وخبرات في مختلف المجالات. هذه البلاد لها كل المؤهلات لأن تكون أفضل، ولأن تكون في مصاف الدول الكبيرة، ولتكون في مصاف الدول التي تقود قاطرة العالم. شرط أن يتوفر المسؤول الكف، وأن يتوفر المواطن الصالح. أن نتخلى عن عقلية الريع وعقلية الاستفادة من الخيرات دون ما تقديم الجهد المناسب. يكفينا مطالبة بالحقوق دون أداء الواجبات. برنامجنا عنوانه فرصة، لأن الفرص المهدورة تعود بالسلب على الوطن والمواطن. برنامجنا فرصة لأنه يعطي الإشارة للمواطن ليتحمل مسؤوليته. ليس هناك من طريق
لتغيير وضع البلاد ولتحسينها وللذهاب بها بعيدا إلا طريق الذهاب لصندوق الاقتراع. هذا هو الطريق الطبيعي للسلطة وللوصول للسلطة ولممارسة السلطة ولحق المواطن بعد ذلك في اختيار من يشاء من المترشحين الذين من كان منهم رئيسا فهو لكل الجزائريين 7 سبتمبر 2024، لأنه يحقق الإقلاع الحقيقي للجزائر. المواطن ليس آلة للأكل والشرب والحقوق البسيطة، المواطن هو هذا الكائن الذي بصلاحه تصلح البلاد. هذا المواطن الذي نطالبه اليوم بتحمل مسؤوليته، بتحمل مسؤوليته الحقيقية في الذهاب إلى صندوق الاقتراع. هذا المواطن الذي يجب أن نوفر له العيش الكريم، الحياة الحرة، الحياة الرغدة، الإطار المناسب، البيئة الطبيعية ليكون مواطنا يعيش بكنف الكرامة والعزة والحرية. لكن هذا لن يتحقق أيها المواطنون أيتها المواطنات إلا إذا استطعنا أن نبني اقتصادا قويا، اقتصاد يبتعد عن الريع، يبتعد عن البترول، إلى اقتصاد تنافسي متنوع. نتخلى عن اقتصاد الهش الذي تتحكم فيه الأسواق العالمية إلى اقتصاد تنافسي حقيقي. نحن بحمد الله نملك الخيرات ونملك الكفاءات. المطلوب اليوم هو وضع الخطة، خطة بعيدة المدى تسمح للجزائريين ببناء هذا الاقتصاد في ظل المنافسة النزيهة، في ظل الابتعاد عن عقلية عن الذهنيات القديمة، في ظل وضع يسمح بالمبادرة الحقيقية للمواطنين. نحن بحاجة أيها السادة أيتها السيدات إلى بناء مواطن ووضع منظومة تربوية وعلمية تبني المواطن بناء صحيحا تجعله في خدمة بلده. نحن في بعض الأحيان نتأسف أن هذه الكفاءات العلمية بالخارج التي مولتها الخزينة العمومية لتصل إلى هذه المستوى تقدم خبراتها وكفاءاتها للخارج، في حين لا نستطيع في بعض الأحيان أن نستفيد منها وأن نضعها في خدمة الوطن. الجزائر أخواني إخواني أخواتي إخواني تمتلك كل المؤهلات، واجبنا هو الإقلاع، واجبنا هو العمل، واجبنا هو الجدية، واجبنا هو التنافس النزيه. لذلك أدعوكم بالذهاب بكثافة لصندوق الاقتراع يوم 7 سبتمبر 2024 والتصويت على مرشحنا الأستاذ عبد العالي حسني ليكون رئيسا لكل الجزائريين، وسنتعاون معا جميعا لبناء غد مشرق للبلاد. المجد والخلود لشهدائنا الإبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.